السلام عليكم أعزائي الصغار، معكم الأستاذة نادية الزاهي نجمة القطب. إذن اليوم أعزائي سوف يكون المكون إن شاء الله هو النشاط العلمي. نعم، إذن أعزائي تابعوا معي وأخذوا كراسة النشاط العلمي صفحة 64. العنوان هو الحيوانات تتنقل. الحيوانات تتنقل. نعم جيد. انطلاقا من العنوان أعزائي، ما معنى تنقل؟ نعم جيد، أي تنقل من مكان إلى آخر. أعيد، أي تنقل من مكان إلى آخر. نعم جيد. إذن تابعوا معي بنفس الحماس والجدية التي كنا نتواصل بها. نعم، إذا لاحظوا معي، ماذا تلاحظون هنا في الصورة الأولى؟ نعم، نلاحظ مجموعة من الطيور. نعم، إنها تطير وتحلق في الجو. نعم، والصورة الثانية، ماذا تلاحظون؟ نعم، نلاحظ مجموعة من الحيوانات. نعم، نلاحظ مجموعة من الحيوانات. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم، الأسماك. نعم، التي تسبح في الماء، أي الوسط الذي تعيش فيه، سواء كان بحرا أو نهرا أو واديا. ممتاز. نعم، ثم ماذا؟ حيوانات تتنقل على الأرض. مثل ماذا؟ مثل البقرة أو القط أو غيرهما. نعم جيد. إذا الآن أعزائي أطلب منكم إنجاز السؤال الأول. نعم تابعوا معي. يقول السؤال الأول: أصل بخط بين الحيوان ووسط تنقله. نعم أعيد، أصل بخط بين الحيوان ووسط تنقله. نعم، لدينا هنا ثعبان، أرنب، طائر. نعم، هنا حصان، سمكة، وهنا صورة للجمل. نعم، إذن هنا سوف نصل بخط هذه الحيوانات بالوسط الذي تتنقل فيه، أي سواء كان الجو أو الأرض أو الماء. أعيد، الجو أو الأرض أو الماء. نعم، السؤال الثاني يقول: أحدد وسط تنقل الحيوان وأكتب نوع تنقله. نعم، لدينا هنا حصان، جمل، ثعبان، أرنب، سمكة، طائر. نعم، وهنا لدينا الماء، البر، الجو. لاحظوا معي أعزائي، هنا لدينا نموذج، أي الأرنب يقفز، هنا البر، أي هذا نموذج. إذن أنتم أعزائي مطالبون بإنجاز هذا التمرين، أي تملؤون هذه الخانات الفارغة. نعم جيد.